يابا السلام عليكم. اليوم سوق النهضة، زين جمعة مباركة، واليوم ويانا أبو علي. شلونك أبو علي؟ شلون صحتك؟ رحم الله والديك. شلونك؟ زين؟ خير من الله. وأنا أشكركم عمي، لأن العالم يعني تعرفت علينا وقامت من كل مكان، من كل مكان، يعني من كل محافظات العراق قامت تتصل بينا وتجي علينا. يخابروك؟ يشترونه، وإحنا نشكركم ونشكركم، لأن كلكم أنتم عمي، ولدي وبناتي. وما بيكم الا الخير ان شاء الله. الله يخليك يا محمد. والي محمد ولعلمك واقف يمك ابني ابو علي من الواحد والتسعين، اول واحد بالسوق علي، هو ابو علي الجبيدي. الله يطول عمرك. واني خادم لك. ليش خادم ربك؟ ليش من زمان الحاجه 1000 2000 كذا، هل الله قاسمه؟ امشي يعني شهر الثاني ابيع 70 عند غيري، على عند غيري ما اجي اسمي بالسوق اسمائهم 200 250، انا ماخذ 65 ب 75000 ما سلم، هل الله قاسم ابيع؟ مو من اليوم، من 91 الى حد الان 4000 32 سنه، الاف من الربح، مو ملايين ولا عشر. ونحمد الله ونشكره ونشكركم انتم. الله يخليك. اي والله يا عمي. هسه نبلش بغراضك. بغراض؟ اي. نشوف الاسعار هسه. هاي بيش المغسله؟ هاي المغسله هاي يسموها عموديه. اي. ب 50 سعرها برا 110. حلو. عموديه جديده ما مستعمله. هاي ب 50000. زين. وهذا ني؟ هاي ب 75. انا ليش ابيعها؟ 35. 35. 3000 دينار صالون تركي. حلو. هاي الاخرى هم 35. 35. صالون تركي. وهاي هذيش؟ هذا نيش؟ هذا خلاطات كاملات، والله 125 من 60. 60. 60 كامله، هو مربوطه عموديه. 60000. هاي التواليت الغربي. خمسين. خمسين هذا. حتى تريس الذهب يسموه. وهذاني. هاي جو. هذاني. هذاني دابيع الوحدة على 10 مرة 35. على 10000 اخوان. هي برا 35. وهذاني شي. هاي المقاعد الغربية. هذا المقاعد الغربي. انت بعته ب 50 سعره 130. 130. الولد وكان خليل يا جديد ما مستعمل. هسه بيش بيعته؟ بعته ب 50. 50. جديد ما مستعمل. صحيح. جديد ما مستعمل اخوان على 50000 هذني. وهذا موجودات على 40 هم جدد. 40 جدد. ناسيات يسمونه. ناسيات؟ 90. هاي ب 40 دابي. ب 40 بلاش والله. هاي تجون هنا يم ابو علي. هسه راح ناخذ رقمك. وين شو اسمه؟ رقم علاوي. رقمك علاوي. رقم تليفون. رقمك. رقمك ايش قد؟ 0771645216. ابو علي خادم لك استاذ رحم الله والديك. تتصلون علي وش تحتاجون هو ما يقصر وياكم. شبابيك عندك مو؟ وبيبان الومنيوم شغلات. هاي مغاسل. شوف هاي المغسله بيش؟ هاي 45. 45 هذا اثنين مغسلتين 45000. باوي زين. هذا يطبق زين يعني هنا كله رخيص. الحج بانيوات عده، شاور. هاي المبرده بيش؟ المبرده بيش. سبعين. سبعين وبها مجال. تجون بيكم خير تدلون يم الحجي. هسه راح نشوفكم جمعة مباركة. صباح الخير. ربي يسعدكم ان شاء الله. هذا سوق اسمه سوق النهضة، صاير يم قراج النهضة جوا الجسر. وين تعال؟ ها طباخ بيش؟ ها طباخ 75000. 75000. شو اسمه هذا؟ هذا مصري. مصري. كله شغال. بعد هذا الكرسي غني كاونترات اذن البيت. ها ثلاث قطع سينك. 200000. 200000 مستعمل ولا جديد؟ مستخدم شهرين. مستخدم شهرين.
هذا جديد ما بيعيبه جديد نظيف يعني اخو جديد يعني والله جديد نظيف ما بيش ها بس تراب بس تراب ثلاث قطع هاي رقمك حسين هاي حسين ها رقم تليفوني بولد هذا عود فوله صورة اللي اذا مو هسه تاخذ له صورة فد شوية يعني فد شوية ينزل الفيديو البث يصير مقطع فيديو وتعيده وتاخذ له صورة بعد شدك مو عندك من غراب هذا بيش الميز 75 هذا ديلاب الحديد هذا بستين الف ديلاب بابين وايد وصلون الجماعة لي هذا شنو الكراسي تخوم هذا تخوم حتى جديد ما استاذ جديد بيش هذا 225 225 جديد هذا ما مستخدم بارد هذا بتشيس زين وهذاك بيش هذاك الديلاب 75 انا هذا حيل عاجبني طبعا ما عندي سيارة والله كان جيت اخذته هذا ترى هذا وين تخليه بالكنتو بالمطبخ صفة مواعين قلاصات شغلات كلش حلوة هاي سيخانة هنا هاي قد ما تجيب منه جيب والله يعني ممكن. كلش حلو هذا اي ممكن هو ودواليب هاي الحديد مرغوبة حيل هاي بيش هذا كنتور كنتور هذا اي حديد هذا كنتور حديد تعلاقة ما شاء الله هاي بيش هذا 125 125 بابي يعني ها هذني وصلوني عليه هاي ذي ها بيش هذا هذا حديد يابان هذا كله يابان قلوه ما ثمانينات ايه على 75 هاي الوحدة بخمسة وسبعين الف 75 الوحدة بخمسة وسبعين الف كله ما ثمانينات هاي بكي يسموه لوكر ديكسن ديكسن راف لوكر شنو لوكر هو ديلاب ها ديلاب لوكر ما اعرف انا تقول بالتعليقات بعد ايش عندك ها هذا الميز 45 هذاك بيش هذاك حديد هذاك 100 هذا هذا باعوا 100 حديد ب 100000 مجراته ها جديد؟ جديد والله ايه قفل مالته يعني هذا شنو هذا بيش؟ هذاك 75 75 سلامات مال موبايلات ايه حلو هذا كراسي على 40 هسه انا الرقم في البدايه اي هسه راح اجيب الولد رقمه موجود تتصلون عليه وبيكون خير من طرفك بخير ومن طرفي همين انزلكم سوي لكم خصم رحم الله عليك هو عندما قرار البيع عم يشتري ها عنده غراض شغلات هم تتصلون عليه ويشتري من عندكم يعني بيع وشراء مع السلامه نا عندنا كاونترات خلاص اقول لكم اياها مودي مودي انت ها بيش كاونتر هاي كاونترات باعوا ايش قد حلوه ها كله جديد ما هو مستعمل هذا كله جديد ها شلونك شلونك هاي شلون اسعارهن؟ هذا متروس خوش يطلع ب 200000 200؟ 200000 وهذا مرمرته ملكيه يطلع ب 250000 250000 هذا يصير بيبان سي ان سي وبابي اقل حلو هذا لا بس بيبان ومتر وهذا شيء كبار هذا النسيوته كامله تعال شوف هاي همينه هاي وين وصلوني على شرباية منفر هاي قد سعره؟ هاي ب 100 100000 هاي خشب بلوك خشب بلوك هاي هذا متر ونص متر ونص وهذا سلسة الماروني هم متر ونص بيش؟ ب 450000 ب 450000 وفي مجال ثلاث قطع هذا ميش هاي بيش هذا مترين المترين وسنكة متروس 550000 550000 هم بيالوان بيالوان وحاج قد حلو اللون مالته كلش حلو
مجمدات بيش. مجمدات ابا حسين يمك يمك حتى باسل. هذا المكيف هذا الجنرال مال سلاح ايه ارسلت شركه 250,000 شغال وبيضمان جنرال براد ستيل هذا بيش 300 الحساوي بضمان حساوي بضمان ب 300 هذا رايت الناجح بيش هاي 200,000 شغاله وبضمان 200,000 شغاله بعد 175,000 شغاله وهذا ثلاثة بارده والله ايه شغله هذا مكرونس يجي السطح مرمر ايه بس ماله مرمر حلو 600 هذا ثلاث قطع يطلع ب 325 هل بيع ثلاث قطع ب 325 مترو 20 مترو 20 انتوا تجون هنا وبيكم خير تدللون اسوي لكم خصم زين رقمك ايش قد؟ رقمي 0770 987 مكعب 3-0 اسمي محمد ابو شمس محمد ابو شمس هذا بيش هذا يلا مع السلامة حبيبي طلع بالسلامة المتر على 200 ها المتر هذني على متر كاونتر وملحق 200,000 هذني يباعون متر واحد متر 200,000 هاي الوان بينباعون اخوان مشاركه للفيديو ولايكات شدوا قلبكم حتى يسعد البيت اي والله خلي المنبر ترى يصير اغلى من العادي بس خلي اشوف غرف النوم هسه اوديكم على التخامه اليوم حسام جايب بضاعه والله قويه بس شفت ناس علي من التمه هواجه يشترون فقلت له هسه اجيك ما شاء الله اليوم السوق غراض هوايه خير من الله السلام عليكم كنتور بابين عندك بابين غرف نوم هاي غرفة نوم بس كنتور وهاي غرفة ما بيها ترباج قد سعر هاي 150 هاي جو الجسر ما الناضي تجون بيكم خير تدللون اي واحد يجيك من طرف طلعت يرباك علي نزله حبيبي غالي عندنا هنا هالكناتير واي وصوني بابين ثلاثة السلام عليكم ها شلون سعر البيدة 350 هذا سعره 350 باعوا اربع بيبان باب فوق باب جوة هذني هاي بابين همينة لان علي بابين الجمعة بس تجون يوم الجمعة الأيام العادية معزلين يعني بس جو الجسر كم واحد مفتح يعني أكو يوم كم واحد مفتحين بس الجمعة أكثر شيء غراض هواي يجيبون ناس هواي غراض في السوق مفتح يوم الجمعة تجون هاي ها وين ستة جي سعرها هاي وين جيش هاي 450 بيها مجال هاي 450 بيها مجال غرفة صاج هاي منها وهاي نواعمة وهاي السوالف هاي الترباية هذا الميز سواليت في مالا
هاي غرفة كاملة؟ بيت. بيت. لا صورها غرفة تركية اخوان، ترى هاي تراب يعني تجي تتقلبها تشوفها امشي ما بيها يعني شغلات كسور، وهاي هسه شوف سعرها ما ولا هسه يجي بس الجمعة حبيبي، بس الجمعة أيام قليل العادية ماكو معزين بس قليل يعني بس جوا جسر يمكن كم واحد. هاي الغرفة بيش؟ هاي الغرفة تركية 350؟ ها 650 سعرها. يوم الجمعة تعالوا يعني أيام العادية معزلين يعني أكثر شيء غراب. أنت جاي جاي مشلوع قلبك مو صحيح. خلي أشرب مي بقى يسي تجي بالازدحام بالأيام العادية ما تستفاد شيء، بس يوم الجمعة شارع فارغ تجي براحتك زين عيني وتاخذ تشتري. شلونك؟ مبارك الله يخليك. هنا انا اخونا ابو الستوته جوا الجسر، ايش تحتاجون موجود. الله يخليك، مع السلامه. في يوم الجمعه شويه حلوه يعني غراض هواي يجيبون هم خطيه يلموهن يوم الجمعه ويجيبون شي تريد موجود. السلام عليكم، شلونك؟ هاي شلون سعرها؟ هذا 325، هذا 10 مقاعد. 10 مقاعد 325. هذا لون، هذا لون، هذا لون. بي الوان هواي. ها جديد مو؟ جديد. كله جديد هذا. ايه. وهذا عندك لون. هذا الثاني لون همين الاخ. هذا شلون سعره؟ هذا 425. رقمك ايش قد حتى خاف يعني 400 77 0 0 8 6 0 1 2 3 اسمك مروان. مروان 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 تجون بكم خير تدلون. هذاك بالزاويه بيت كل نفس السعر وبين مجال يعني تجون تقولوا من طرف طلال ويسوي لكم ان شاء الله خصم هواي عده باعوا تخامه هواي. ثم لا هاي ما اعرف بهن لاني ما اعرف صاحبهن وين ما صفر. هاي بالنهضه جو جسر تجون بخير. السلام عليكم، شلونك حجي؟ ها حسام هسه جايك ها؟ ها؟ ما ادري مو شفتك مشغول ناس وعالم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شنو بضاعتك الجديدة؟ ما شاء الله حلو. هذا الماروني، هذا الفيروزي، ذاك الزيتوني، الرصاصيات والسمائي. شلون اسعارهم؟ على 550. وبين هذا ابو العشر ورقات احكي لك ب 550. اي والله. وهذاك بالاخير يا هو هذاك بيت التاجي. لا هذاك هيك مستعمل يعني 150000. 150 اي بعد ايش عندك؟ هذا دواوين 325 بس ما عليه. هذا اربيلي 325 325000. هذا ديوان مو عندي اف. ها اي يعني ابي احسك شيء وبي مجال خاطري؟ لا شويه ما يخالف خاطري خاطري. ها الله يخليك. هسه هذني ب 500؟ 50000. تركيات؟ تركي اصلي. تركي اصلي. باعوه؟ ها.
هذا 150 يعني يرى له ترتيب وتصليحات ما شاء الله. هذا تركي. هذا بيش حسام؟ هذا 550. هسه راح اخذ رقمه الحسام. هذا هم. هذا اللون. هذا كله جديد مو مستعمل. هذا شايل. هذا شويه سعره متنق ب 550 لان هو غالي. ترك 550. رقمك حسام. عيني طلال 077-284-56-022 حسام. اي شيء بيع شراء. اي بيع شراء اي شيء. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اشوفك بخير. عيني طلال حبيبي. طلال لك تخم للبيع طلال. اي والله ان شاء الله. ها مو تمسحها. لا. ها؟ لا ها بيش؟ ها 550 هذا هم حلو. جداري؟ كبار؟ ما طبخ؟ وين؟ واي يوصلون عليهم؟ اي والله بيش هذني؟ على الخاص بيقولون. على الخاص؟ اي على الخاص. يلا ماشي. يا باي على الخاص تخابرون حسام جداري ما جداري ما طبخ واي يوصلون والله جماعه. خل اصور لكم اياهم. هذين باي وين جداري؟ واي والله جماعه وصلوني عليهم على الطبخ. تخابرون حسام عليهم ان شاء الله وتتفاهمون وياه. اي هاي صورتها واي وصلوني عليه واي يا في مالا. اي قلت لهم ها عيني ها شلونك شلون صحتك الخليل. السلام عليكم شلونك شلون صحتك الخليل. الله يسلمك. ايش عندك غراض؟ كراسي شلون سعرها الكراسي؟ الكراسي على 60. 60 وهذني هاي اللوكرات على 90 عندنا. هاي اللوكرات جدد على 90. هاي بس شيء حلو اللوكرات. هاي الميوزه. هاي الميوزه عندنا على 175. 175. قد رقمك؟ 0770-46-5301. هاي تتصلون علي ان شاء الله. هسه شويه الفيديو يتحمل من السده تقدرون تعيدوه وتاخذون رقم الولد اي شيء تحتاجون ويجوك من طرف طلال يرباك عليهم. صار في الدنيا. هاي راح اصور لكم الله يخليك. هذا الميز واو. هاي ميوزه مال كراسي عند الولد ودواليب. عند ذاك صغير ابو باب وعند ابو بابين.
شلونكم؟ شو اخباركم؟ السلام عليكم، شلونك؟ الله يخليك، الله يسلمك، شلونك؟ الله يحفظك، الله يهديك. شلونك استاذ؟ شلونك الله يخليك، الله يسلمك، الله يوفقك. عندنا هاي التخومه اليوم اسعار تفليشيه زين، هذا ب 250,000. شلونك عيني؟ هذا ب 325. علي كيف الكاميرا عليك كيف؟ حتى تشوفون زين، هذا بيش؟ ب 325. ما شاء الله، هذا مال عتبه العباسيه. غير يخبل. كلش حلوه. جديد جديد. ايه. حلوه. ها عيني. هذني ثلاث كراسي ب 30,000. خلي ها؟ ثلاث كراسي ملكيات ب 30,000. حتى ب 25 نهايتي. ثلاث كراسي. هذا شنو هاي؟ هذا تخم ايطالي. زين. سعره 300,000. مع القنفة المختلفة ذي. مختلف؟ هاي والله اي والله. هذا النص 75,000. بكره اصور هذا حلو كلش حلو. هذا ما يصير سرير لو هو هيك؟ لا هذا شغله، باع شغله لو خبوله. اي والله حلو كلش حلو. عاشتيلك يلا استاذ طلال. لا والله حلو هذا. هذا النص ايه 75,000. انت اغراضك مميزه غير، كل ما اجي اشوف شيء حلو يعني جديد. والله العظيم. ها شلون؟ اسعار رخيصة. هذا ب 150,000 تخم كامل. بلاش والله، هذا 150؟ والله لا، كل اسعار تفليش. زين. هذا؟ عندي هذا بالكوشات تكي. ايه. سعره 260,000. 260,000. هذني. بعد. هذاك الحديد مال حديقة. ايه. هم 200. 200 حديد مال حديقة، هم يصير سرير. يصير سرير. زين هذا نيج. هذا 150,000. 150,000 هذا. ديوان. ديوان هذا. هذا 225 مال مكتب، هذه المكاتب. مال مكاتب هذا 225. الله يساعدك، شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. هذا. هذا ب 200,000. هذا سعره ب 200,000. هذول الكيات ما عندي يطلعون البلد. يا ابي كيات يريدون ارقامكم، ناس يتخابر. صباح الرحمن. الله الله يسلمك. تروح محافظات؟ والله حتى البيت الله روح. اه هي الله وفيه. رقمك؟ رقمي يعني ذيعه؟ اي 0771 0616544. اسمك صباح مقاتل. بيش ما كان يروح صباح السوداني. وين بيش ما كان؟ بيش ما كان يروح حتى البيت الله اوصل. الله اكبر. يعني تاخذ بحد جده وترجع. ايه الله أكبر. الله يرزقك، الله يرزقك. هذا سلام ابو الكير، تعال. ها اي شيء تحتاجون تتصلون بي بالولد. يسمونه سوق الجمعه، سوق الناظر. تخم مال استقبال كبير 12 محل. ايه رايدين ب 225,000. بلاش مال استقبال كبيره. بلاش ثلاث كراسي وثلاث قنفات. سوق رخيص بس خوش قاعده زوليه ومرتبه، يعني ماكو شيء حلو. يعني واحد يصير له واحد يقعد هنا هسه يشرب شاي. وهذاك بيش جوزي. هذا ايه 225,000. هذا تركي سعره 11. 225,000 حلو والله. هذا يراد له غسله بس. بس غسل، ما يراد له اي شيء، لا عندي مي، لا عندي ايجار، كله رخيص. ماشي حلو والله. هاي مجمده البيع؟ المجمده شغاله، مشحونه غاز ب 75,000. 75,000. نظيفة وجديدة. رقمك؟ رقم 077-23-12-42-02. عباسي الزيرجاوي. عاشتين. اي شيء تحتاجون هنا؟ اي شيء تحتاجون. نسوي لهم خصم. خصم طلال يختلف الخصم. 50% والله. عاشتين. يجي من طرف طلال السعر بالنص. هاي عاشتين. الله يوديك، مع السلامة. الله يا حبيبي طلال.
السلام عليكم. هاي القريولة شلون سعرها؟ 35. هاي القريولة الحديد 35، هواي وصوني عليها. وهاي الخشب نفس السعر، نفس السعر هم 35. زين ايش عندك نشوفها؟ هذا التخم بيش؟ هذا التخم 200. 200 ألف تركي. هاي هنا جوا الجسر الحجي هنا ايش تحتاجون هنا؟ هذا نيجي لهناكم اي صباح. صباح؟ اي صباح. مشكورين يا ابو ثمالة. هسه نروح عامل على الشغلات النواعم الكهربائيات. هاي النظارات اشغل لك اياها وتشوف. هاي يلا تاخذ نازلة عامل ما درى عامل اللي يشترون من عندك. منك على شو تبغى؟ ماكو حد. يعرفون غراضهم ويروحون. هاي نجيكو، هاي مال بواري الحين. ما ادري ايش يعرفون غرارهم يروحون. ما تحد سيد اسد رجال هم يريد يسد. الموبايل قام تصعد الحماول شمس. وين الراسم تقاعد يا بتنسيوت؟ ها بيش لكم؟ 150. ها تخم 150 ألف. السلام عليكم. عجاني؟ عجاني بيش هاي؟ ب 60. هاي العجانة ب 60 ألف.
هاي خلاطات عصاير. هاي مال الحين بيش ماك احد بقى ماك احد عامل ماك احد والجهه الثانيه ما يعرفون غراضهم يروحون ما يعرفون علي بارك مرات يقولوا ليش تصور وما تذكر الاسعار غير ما كحد بس هاي ما كحد كذا ما عارفين غراضهم وطالعين ما اعرف ليش ها رعية ماكو هنا هاي باسكلات جدد وين الولد؟ ما تحد؟ عايفين ما موجود راعين السلام عليكم هذا ليش الدريل 45 همر مو هذا هذا همر اقول لهم همر هذا المبرد بيش هذا ولد يا في ماله سلكم على المولد هذا راديو قرصة 2 دينار راديو قرصة 2 دينار شلونك؟ شو أسعار المولدات؟ هاي بس والله هذه هاي بس بوستي هذا شيء زين أخبار اه يعني خطرنا اليوم انت اهلا وسهلا صحاب الله اهلا وسهلا هذا عندي ميز مال القاسمة جدك؟ ميز مال القاسمة تبيعها؟ ما صحة عندي ميز مال القاسمة هاي تشوفون هنا المولدات 100 200 لين صاير هوسه ما ادري اسالك بالاسعار ويشترون من عنده مولد يحصوها هاي اول ما تطبون هنا النهضة السوق هاي البداية مال احنا بالبداية السلام عليكم شلونك؟ هاي بيش هاي الغسالة؟ 60,000 هاي غسالة شغالة كمبيرة هاي بيش؟ كمبيرة هاي 100
100 احنا كنا على 100 وعلى على 100 على 90 190 اكو سعر حسب هاي 100 قلت هاي بالبدايه يا دم على مشاركة للبث اخوان واللي ما يسوي متابعة خلي يسوي متابعة والجو صار حار نار الموبايل تسع تطلع لي اشارة مال الحرارة ما كنت ارتفعت وانا هم عندي ارتفعت شوية لان صار لي من الصبح والله جاي اسوي بث سويت مرتين بث بالسوق الغزل هاي آه كلها هنا غراض شو تريدون موجودة اشكال الوان نواعي هاي هاون قد وصوني بس ماكو راعيهم ماكو احد يلا شلونك شو اخبارك؟ ايش عنده غراض؟ والله هاي الموجود عندها كيف تجون غراض ايه هاي اللي حكينا باوع هذا جسر النهضه الجراج تجي منها تلقاه هنا هاي ترامه؟ هاي مترامه مترامه بيش؟ خلاطه سعرها 20000 دينار وكسارة وياها داج ما ظل داج ما ظل داج 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 هذا مال شربه ومن هناك تخرج بيش؟ 20000 زين هاي شو له بيش؟ ب 15 هاي شو له؟ مال لايف ضابط قديم نعم الحجي تجون؟ اي شيء تحتاجون على غراض عندكم؟ هاي الاوفن بيش؟ جاب هاي الاوفن زين ب 15 تدلون هاي البنكه شغاله؟ بنكه 10 بيش هاي؟ 10000 دينار هاي ب 10000 دينار ناشونال امالا عربان وايد وصوني عليهم والله هاي المن وايد وصوني على العرباين بس شوفوا هاي بيش العرباين يعني هاي على 20000 هاي العربان هاي على 10 هاي الصغار على 10000 وهذاني على 20000 عربانة مال أطفال هاي تجون من الجسر ما هاي هاي جراج النهضة أي واحد أبو تاكسي يقول له جراج النهضة وين تنزل يما تسأل السوق وينه ما بس الجمعة ناتقيهم فتحين أيام العادية فارغ ماكو أحد بس الجمعة تجون يعني غراضهم يجيبوها يوم الجمعة أي شيء تحتاجون هنا أبو على الشارع على الرصيف بس احنا على الرصيف هذا الجسر وهنا شوف هاي الخيمة حلوة السلام عليكم هاي بيش الخيمة ها بيش هاي ب 25000
خيمة كاملة. أنا مرة بلا ساعة مرة. هاي هنا باعوا تجون. يلا اخوان ترى سرقت حرق. اشوفكم هسه اروح للبيت اخذ تاكسي. شوفكم خير. زين هني؟ واي شيء تحتاجوه كتبوه بالتعليقات. زين؟ والارقام هسه راح اسد البيت. راح يصير فيديو تعيده تاخذ ارقام تعيده من البدايه. ما يبارد اكو ناس جت يعني ورا البيت باعوا من البدايه حتى يشوفون الغراض هواي بي شغلات. زين اشوف شكو هناك بالله قبل ما اروح بلكي حاجه شيء نشوف شكو. هاي حلوه المغسله هاي على الشارع صار هوسه ملابس هذني ملابس رخيصة والله كل شي تلقون هنا تنزيلات فلس ونص والله العظيم. يلا اشوفكم على خير. زيني لايكات سوونا تشجيع شوية حتى واحد ياخذ له فرة يكثر اوديكم اماكن ما تندلوها بس تشجيع ماكو اريد مشاركات تسوون متابعين قليلين يعني متابعين اريد هواي يعني حتى كل ما يصير متابعين هواي عندي هواي امور يعني انتم تستفادون هواي بشغلات. زين يلا اشوفكم على خير الله يسعدكم ان شاء الله يرزقكم يعني واتمنى لكم موفقيه وخير من كل قلبي. يلا مع السلامه.